في هذه اللحظات أيها الحفل الكريم، تمت انطلاقة الشوط السادس عشر في المجموع. الشوط الثامن لفئة الإعدام من مسافة 3 كيلومترات في سباق الأصايل الأسبوعي. اللي في أول المراكز هذا هو سراب للسيد عبد الله أبو برجس، مع سراب في أول المراكز. ثاني المراكز هذا هو رعد للسيد سعيد بن راشد. رعد للسيد سعيد بن راشد بن حلفان مع رعد في هذه اللحظات. في ثاني المراكز، أما اللي في ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز في هذه اللحظات غير مدون عندي. أما اللي واصل في الرابع المراكز هذا هو كساب لسيد ناصر بن علي الهاجري، مع كساب اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات. هذا شعار ابو برجس في اول المراكز السيد عبد الله ابو برجس، هذا هو سراب للسيد عبد الله ابو برجس في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز اللي واصل في ثاني المراكز هذا هو رعد للسيد عبد الله بن ملهيه في هذه عبد الله بن حمد بن ملهيه في هذه اللحظات. في مع رعد في ثاني المراكز. اما اللي في ثالث المراكز اللي واصل هذا الذيب، يدعو لك الذيب للسيد هادي بن محمد الدهين في ثالث المراكز. الرابع المراكز اللي واصل هذا سلهود للسيد مبارك بن محمد الخليفة، مع سلهود في هذه اللحظات. في رابع المراكز خامس المراكز اللي واصل هذا هو اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات. هذا هو سراب للسيد عبد الله ابو برجس المري في اول المراكز. هذا هو سراب كما تشاهدون في اول المراكز السيد عبد الله ابو برجس المري، مع سراب في اول المراكز مسيطر سيطره تامه. هذا هو سراب للسيد عبد الله ابو برجس في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز هذا غير مدون ومجهول. اما خلونا مع اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات، هذا سراب للسيد عبد الله ابو برجس. وفي ثالث المراكز اللي واصل هذا هو رشيد للسيد حمد بن محمد الصحاق، مع رشيد في ثالث المراكز. رابع المراكز هذا شعار الهاجري، اللي في رابع المراكز كساب للسيد ناصر بن علي الهاجري، ولكن هذا هو سراب كما تشاهدون. سراب انتزع المركز الاول. سراب للسيد عبد الله ابو برجس في اول المراكز. ثاني المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذا رشيد للسيد حمد بن محمد الصعاق، مع رشيد في اول المراكز. هذا رشيد كما تشاهدون على شاشه التلفزيون، وعلى فكره بدون اي اوامر هذا الرقص انت الغاء نفسه ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء بدون اي اوامر. هذا السبق الله فلا. هذا رشيد كما تشاهدون على شاشه التلفزيون، رشيد يدعو لك رشيد للسيد حمد بن محمد الصعاق في هذه اللحظات في اول المراكز، ومسيطر سيطره تامه. نقول تهانينا والناموس للسيد محمد بن حمد، ولكن بن مسعود واصل بن مسعود شاهين للسيد فهد بن سالم بن مسعود، ولكن رشيد وشاهين ورشيد في هذه اللحظات في اول المراكز. انتزع المركز الاول رشيد للسيد حمد بن محمد الصعاق في اول المراكز. ثاني المراكز عازم شاهين للسيد فهد بن سالم بن مسعود المريتانينا والناموس للاخوه الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 45 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين.